السلام عليكم. اليوم معنا واحد دار شوكية، المساحة ديالها 84 متر. هاد الشقة اللي كتشوفوا فيها راه فيها ثلاثات البيوت وصالون وكوزينة وحمام، وفيها ثلاثة ديال لي بالكون. وعادش كاينة السفلية 70 متر، فيها جوج البيوت وصالون وكوزينة وطواليت. عاد باش كاين الدوزيام حتى هي بحال هاد الفصاله تماما والسطح. دار شوكيه كلها شراجم بالقبص، ديزاين عصري، شراجم عصريين كما كتشوفوا، فينيسيو زوينه، البيبان حاجه كاليتي، كل بيت فيه شرجم وبالكو وفيه بلاكار في الحيط. ثلاثات البيوت وعاد بس صالون، والكوزينة حتى هي عصرية وكبيرة وفيها شرجم، فيها حتى هي بالكون. نخليكم تشوفوا اللي بغاها. مرحبا وألف مرحبا، يتواصل معايا في الخاص. كما قلت لكم الثمن هو 60 مليون. كنتمنى تابوناو عندي وديروا لي لايك وتعليق، واللي بغاها يدخل عندي الخاص، انا مخلي الرقم ديالي في الخاص. وكل مره ان شاء الله يكون جديد، وكل مره مدينه، وعنشوف التفاعل ديالكم والمدينه اللي بغيتوني نحطها خليوها لي في التعليق. مرحبا والف مرحبا. راه ماشي عندي غير الشقق للبيع، ولا كاين الكراء، كاين الرهينات، كاين المحلات. عندي حساب ديالي في التيك توك، انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ولا كتبوا غير منى فلوغ راه يطلع لكم نفس البروفيل. دخلوا شوفوا تما كنلوح يوميا الجديد. مرحبا والف مرحبا، كل واحد على قد الجهد ديالو. كاينين فيلات غير ب 65 مليون، كاين 28 مليون، كاين 32 مليون، كاين ما شاء الله، كاين العقار. العقار الحمد لله راه طاح شويه، وفي كل بلا كل مدينه كنحط، ماشي بشرط انا بنت كازا نحط كازا، لا كنحط جميع المدن. واللي عنده شي دار للبيع ولا شي، واخا تكون غير غرفه لكره، ما يحشمش يدخل عندي، كنحطها ليه وكنحط الرقم ديال السيد وكتواصلوا معاه. مرحبا الف مرحبا.